ما هو الشغف؟ من أين يأتي وكيف السبيل إليه؟ من خلال تفكري الخاص وجدت أن أفضل مكان لإيجاد منبع وماهية الشغف هي الطفولة، فظهرت في ذهني صور لمجموعة من الأطفال الذين مروا في حياتي ورأوا أدواتي الخاصة بالرسم ورسوماتي وحبي وشغفي للرسم وأرادوا التجربة، فكنت أمنحهم ورقة وقلم وأبدأ بتأملهم وهم يرسمون. كنت في البداية أتأمل صورهم وأشكالهم، ثم بدأت تختفي صورهم وأشكالهم وبدأت ألتمس حالتهم الذهنية والحسية، وما رأيته كان مجموعة من الأحوال التالية: أولا تواضع للاكتشاف، أحب أسميه بشكل أدق حالة من الإنصات والمراقبة المعطاءة، أي أن الإنصات والمراقبة ليس الغرض منها فهم شيء ما أو الحصول على شيء ما، ولكن الغرض منها إعطاء كامل الانتباه للشيء بلا شروط. ثانيا حالة من الفرحة بأبسط الرسومات، وثالثا عدم الحكم على كل شيء يرسم من خلالهم، ورابعا حالة من التدفق والانسجام مع الورقة والقلم. لكن الأطفال يعيشون هذه الأحوال في كل حياتهم بسبب قلة الصناديق الفكرية والأجزاء المزيفة والمستعرة بداخلهم، أو بمعنى آخر البرمجة، ولهذا تبرق أعين الأطفال بالبهجة والشغف والانتعاش تجاه الحياة بأكملها. شكراً.